يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يكثر من الاستدانة من الناس حيث يأخذ قروضا ربوية صريحة، ثم إذا جاء الأجل طالب أبناءه بالسداد خوفا من السجن، علما يا فضيلة الشيخ أن هذه الأموال التي يأخذها يصرفها في أشياء كمالية. السؤال: ما حكم إعطاء هذا الرجل من الزكاة لسداد دينه الربوي، وما موقف أبنائه منه؟ لا يساعدونه على الحرام. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والربا من أشد العدوان والعياذ بالله، من أشد الإثم، فلا يساعدونه على ذلك حتى يتوب إلى الله عز وجل ويقلع عن هذا الذنب العظيم. قال لهم يسجنونه أحسن، كونه يسجن أحسن، تعالوا يتوب إلى الله ويرتدع. نعم.